تواجد الإبداع نذهب له ونضع له الإطار لكي تكتمل صورته. مشاهدين الكرام، رافقونا بهذه التغطية الخاصة للأديب والإعلام جميل دويهي من قبل مؤسسة سواقي، أهلا وسهلا بكم. في كفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي. مشاهدينا الكرام، النقطة التي في بداية السطر نتعرف بها على الدكتور الأديب والإعلامي جميل الدويهي، مرحبا بك دكتور. مرحبا وأهلا وسهلا الأخ العزيز حسين ودكتور علاء العوادي والأصدقاء الذين حضروا إلينا في هذا اليوم الكادر الإعلامي، ونوجه تحية لقناة السواقي على ما تفعله من أجل الثقافة والإعلام والإبداع في مهجرنا الأسترالي. كما في هذه المناسبة أود أن أعبر عن محبتي لجميع الأخوة العراقيين في هذا العيد، وأتمنى أن يعود عليهم بكل الخير وبالسلام، ونحن نتألم لما نشهده في هذه الأيام من صعوبات الحياة ومن الدماء التي تسيل، دماء الأبرياء في عراقنا الحبيب. وأنا أركز على كلمة عراق الحبيب لأن العراق هو الوطن لنا جميعا، نحن تعلمنا من أبناء العراق، تعلمنا من السياب والبياتي ونظك الملائكة والشعراء والفلاسفة الكبار، فنرجو أن يعود العيد على هذا البلد الحبيب بكل الخير والسلام إن شاء الله. شكرا لك أستاذ على هذه الإطراء. طبعا أنت مبدع في مجال الأدب والإعلام، وإبداعك يعني أتى بنا إلى مكتبك. نتحدث عن الدكتور عن آخر إصداراتك ومن ناحية الشعر والكتابات الأدبية. شكرا لك على هذا السؤال. وفي كتابي حاولت أن أتبع النهر لا يذهب إلى مكان، أبدأ الكتاب بهذه الجملة، أقول الله هو الشاعر وأنا منتحل صفة، فكل ما نفعله في هذه الحياة هو من نعمة الله علينا، ونحن ليس لنا أي فضل فيما نفعله. بالنسبة للأعمال التي وهبني الله أن أقوم بها في السنة الماضية عام 2015 بعد أن عدت من لبنان بعد 9 سنوات من التعليم الجامعي في جامعة سيدة اللويزة، أطلقت مشروع أفكار اغترابية للأدب المهجري الراقي، ورفدت أعمالي الأدبية مع موقع على الإنترنت اسمه أفكار اغترابية. ما الذي قاد الدكتور جميل إلى هذه الفكرة لتأسيس أفكار اغترابية؟ طبعا أنا أحرص على أن يكون من أستراليا أدب رائع وراقي، وأحب أن يكون لي دور في هذا الموضوع. لذلك في كل سنة أقدم مجموعة من الكتب لأبناء الجالية هدايا، وأصر على كلمة هدايا لأن كل أمسياتي الأدبية لا يدخلها المادة إطلاقا. فقدمت في مهرجان الأدب المهجري الراقي الأول في 23 أكتوبر 2015 4 كتب. في معبد الروح هو عمل فكري إنساني، رسالة من أجل السلام في عالم جديد. نشرت طائر الهامة، رواية تتحدث عن الثأر في المجتمعات العربية وترفض الثأر وتجعل الخير ينتصر على الثأر في مجتمعاتنا. قدمت عملا شعريا باللغة اللبنانية، لا تفكري صار الهوى ذكرى، يعني شعر لبناني باللغة المحكية اللبنانية. وقدمت كتابا عن قريتي في لبنان، عن تاريخ إهدن، وهي ضيعة القرية اللبنانية الجبلية التي لها تاريخ طويل في الحروب والصراعات مع الفاتحين. كما قدمت في السنة ذاتها كتبوا في طائر الهامة، لأن رواية طائر الهامة استحوذت على اهتمام النقاد وكتب فيها العشرات، فجمعت كل ما كتب عن طائر الهامة الرواية في كتاب أيضا قدمته لمن يرغب في تلك الأمسية. في هذه السنة 2016 سأقدم أيضا 5 كتب. هذه الكتب هي على التوالي: أعمدة الشعر 7، هذا الكتاب الذي بين يدي، كتبوا في معبد الروح، أيضا جمعت جميع المقالات التي كتبت عن كتابي السابق في معبد الروح. كما سأقدم كتابا ثانيا عن الروح، تأملات
من صفاء الروح سيصدر في أواخر هذا الشهر، وسأقدم في معبد الروح الأول باللغة الإنجليزية، كما سأقدم حاولت أن أتبع النهر، النهر لا يذهب إلى مكان، هو مجموعة من الشعر المنثور. أيضا سيكون هناك مهرجان إن شاء الله في أواخر هذه السنة، وسأقدم هذه الكتب هدايا إلى أبناء الجالية. طبعا لأنك نقي الروح، لاحظنا أنه تركز على معبد الروح، كتابات كثيرة عن الروح، السبب في ذلك؟ أنا أعتقد أن الروح مهمة عند الإنسان. نعم. وأعتقد أن المادة مهمة عند الإنسان، لذلك أحرص على التوازن بينهما. ودائما أقول أن الروح والمادة يجب أن يتلازما في مسار الحياة، لكن الروح تنتصر على الجسد في الموت. نعم. هي أقوى من الجسد، تنتصر عليه في الموت. هذه رؤيتي الفلسفية في الكتابين معا، وأحرص على ذلك. أما لماذا أتحدث عن الروح؟ لأننا بحاجة إلى الروح في هذه الأيام، ولكن نحن لسنا بحاجة إلى الروح التي تشدنا إلى الوراء. نعم. وتسكننا في الكهوف وتعيدنا إلى العصور الماضية. أقول في كتابي: لو عاد ابن الإنسان حيا لما دخل إلى أورشليم على جحش ابن أتان، كان ركب سيارة. نعم. فإذا حتى الأنبياء لو أنفسهم لو عادوا إلينا لكانوا طوروا أنفسهم مع الحياة التي نعيش فيها. فإذا الروح عندي ليست روحا ماضية ولا بليدة ولا متحجرة، بل هي روح منطلقة تقوم على العلم وعلى الحياة وعلى حب الحياة. الغربة هل أثرت في الروح لدى الدكتور والإعلامي جميل الدويهي؟ طبعا عندي كثير من الكتابات عن الغربة، ولكنني لا أجعل الغربة تسيطر علي. نعم. هذه يعني هذه النقطة مهمة جدا في أعمالي. لست كما يعني كما يحرص دائما الأديب المهجري أو الأديب الاغترابي على بث الحزن والشكوى والتبرم من الحياة إذا كان يعيش خارج بلاده، فأنا دائما أهيمن على الغربة، كتبت عنها كثيرا ولكنني أسيطر عليها ولا أجعل حزن الغربة يسيطر عليها. جسر التواصل بين أستراليا ولبنان بلدك الأم، كيف بنيت هذا الجسر؟ يعني أبني هذا الجسر على الدعوة إلى مجتمع جديد يوازن بين الشرق والغرب، هذه دعوة أولى. ثانيا أركز على اللغة، فأنا لا أكتب باللغة العربية فقط، يعني عندي كتابان باللغة الإنجليزية، والآن إن شاء الله بعد شهر يصدر كتاب في معبد الروح الأول باللغة الإنجليزية بترجمة الشخصية، يعني هو عمل صدر بالعربية ويصدر بالإنجليزية أيضا. وأيضا أضمن يعني في كتبي حياة عن أستراليا، عندي رواية ستصدر عام 2017 عن أستراليا، عن حياتي في أستراليا، وعن أمثل فيها رجلا مشردا الذي هو أنا يضيع في إحدى الغابات في أستراليا وماذا يكتشف هناك. في هذه الرواية ستصدر 2017 إن شاء الله. إن شاء الله ننتظرها بشغف. إحنا دكتور أنه دائما الإصدارات، إصداراتك في لبنان أم في أستراليا؟ وين راح تكون إصداراتك دائما؟ أن كانت وين راح تكون المستقبلية؟ أغلب إصداراتي في أستراليا. في أستراليا. أصدرت في لبنان مجموعة رواية الطائر الهامة. نعم. شحنتها معي عندما جئت إلى أستراليا في المرة الأخيرة وقدمتها في مهرجاني. كتبت في لبنان، نشرت مجموعة صغيرة شعرية جمعت فيها أشعاري باللغة الفصحى، سميتها قصائد من عصور الحب. نعم. ونشرت 7 كتب للأطفال بطلب من إحدى دور النشر دار أبعاد الجديد. هذا كل ما أصدرته في لبنان. في أستراليا نشرت حوالي 23 كتابا حتى الآن. نعم. في أستراليا. الدكتور يعني احنا نلاحظ الآن قاعدتك الجماهيرية وجمهورك في لبنان أكثر أم في أستراليا؟ في أستراليا أكثر. نعم. لأنني منذ جئت إلى أستراليا عام 1982 أمضيت وقتا طويلا هنا، وتخليت عن الكثير أو فقدت الكثير من الاتصالات مع الأصدقاء، وأنت تعرف الوضع في لبنان كما في جميع الدول العربية، يعني أغلب الأصدقاء هاجروا وسافروا إلى كندا وإلى أمريكا، فأصبحت اللقاءات بيننا تقتصر على المراسلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن عندما أعود إلى لبنان دائما يكون عندي أمسيات في بعض المناطق، مثلا في البترون، في إهدن، في جامعة سيدة الويزي ببيروت، ويكون عندي عدد جيد من الناس في أمسياتي، لكن في أستراليا العدد أكبر. دكتور أنت بصفتك
دكتور أديب وإعلامي، كيف تنظر للإعلام في أستراليا وتعامله مع المبدعين، وسيما أن الأدب يحتاج إلى إعلام يصل بالمجهود للكاتب إلى الجمهور؟ نعم، طالما نحن لدينا الإذاعة العربية وتلفزيون إف إم ولدينا تلفزيون السواقي الدكتور علاء وجميع الذين يعملون معه، وعندنا هذه الإذاعات وهذه الصحف، يعني أنت تعرف كم هي صعوبة العمل الإعلامي في أستراليا كبيرة، وتعرف كيف نتواصل مع الوطن الأم وكيف ننتظر الأخبار، يعني كل هذه الصعوبات نتجاوزها ونعمل من أجل أن نوصل الخبر إلى القارئ أو المستمع العربي في أستراليا. شخصيا أنا أحب الأدب أكثر من الإعلام، لكنني أعمل في الإعلام من أجل لقمة العيش. يعني عملت في الإذاعة العربية توتالنا إف إم قبل دكتور علاء العوادي، كان ما يزال في العراق هو عندما عملت بها، عملت في التلفزيون العربي القناة 31 لم يعد موجودا الآن، عملت في صوت المغترب رئيس للتحرير، عملت في الديار في بيروت حوالي 6 أشهر كنت محررا اقتصاديا، والآن أعمل في جريدة المستقبل مديرا للتحرير، أحاول أن أوفق بين أعمال أدبية وبين نشاطي الإعلامي. مدير تحرير لجريدة المستقبل، هل أثر سلبا أم إيجابا على عملك على الكتب الأدبية، طباعتك لإصداراتك للكتب؟ من أهم ميزاتي في الحياة أنني أعطي لكل شيء ما يحتاج إليه. نعم. يعني فإذا عملت في الصحيفة أجعل وقتي للصحيفة، إذا عملت طباخا أجعل وقتي للطبخ، إذا عملت أديبا أجعل وقتا للأدب، لذلك لا يحصل تعارض في حياتي بين الخطوط التي أسير عليها. إذن أنت ناجح في تقسيم الوقت وناجح في كل شيء، ونتمنى لك إن شاء الله المزيد من التألق والإبداع في القارة الأسترالية، لأنك قامة من قامات الإعلام والأدب العربي في المهجر. شكرا لك أستاذ دكتورنا الغالي والأديب، دائما الأديب يقولوا الأستاذ، أنت دكتور وأستاذنا الغالي الدكتور جميل الدويه، شكرا لك بهذه المقابلة الصحفية، ولا يسعنا لا نتقدم بشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام بهذه التغطية الخاصة. كنا مع علم من أعلام الإعلام في القارة الأسترالية، انتظرونا في تغطيات أخرى.